كنت يا خوتي كنتفرج في واحد الفيديو ديال واحد الحكيم وهو كيقول لهم اياك اياك ثم اياك مصاحبة الخائن والكاذب والمنافق. الله يا خويا الله فينا وغادي، اقول لي فينا وغادي، هذا راه شفتو باغي يرزيني في كاع الناس اللي كنعرف كاملين. هذا نعم سيدي واحد خونا مشى يدوز البيرمي وركب في السياره ديال التعليم مع المدرب ديالو باش يطلق يدو. صافي هما غاديين في الطريق وهو المدرب يقول ليه دور دور على اليمن، داك خونا مع مخلوع اول مره كيسوق مسكين غلط ودار على اليسر، وهو المدرب يطلع ليه الدم وقال ليه والحمار راني قلت لك دور على اليمن ماشي اليسر. مشى عاوتاني واحد المسافه وهو المدرب يقول ليه حبس راه كاين قيف. خونا مسكين عاوتاني بالخلعه تلف في عوض ما يفراني صدق مكسيري وبقى غادي وحرك قيف، وهو المدرب يقول ليه والحمار والحمار واش ما كتشوفش. الولد مسكين تعصب وهو يبدا يغوت وقال ليه من قبيله وانت كتقول لي يا حمار حمار كرهتيني في هاد السوق، انا ما بقيتش كاع باغي ندوز هاد البيرمي هاك سوق انت. صافي مسكين وقف وتبادلوا بالبلايص وجا المدرب هو اللي كيسوق. مشاو واحد المسافه والمدرب نساو هو يحرق الضو الحمر، وهو يوقفهم واحد البوليسي وقال ليه واش انت يا ما كتشوفش راك حركتي الضو الحمر، ولكن الغلط راه ماشي ديالك نتايا، الغلط ديال داك الحمار اللي جالس حداك وكيعلمك تسوق. مسكين داك الولد بقى فيا زهرو غير اللي كيسبو كما دار وحلا. هذا واحد خونا كان ناعس وكيحلم براسو كيبيع في الحواله والفلوس غير داخله اياه كيضرب العاق. جا عندو واحد السيد كان كيتفاهم معاه على الثمن ديال الحوي وهو يقول ليه 60,000، داك الراجل عطاه غير 50,000 ريال. بقاو نعام سيدي مني منك مني منك مني منك، قال له والو 60,000 ما نزول لك عليها حتى ريال، وهو الاخر يقول ليه نعطيك 59. قال ليه هو والو ما نحيد لك حتى ريال، وهي الضرب الفيقه وهو يلقى راسو كان غير كيحلم، وهو يرجع كيزرب غمض عينيه باش يكمل الحلمه، وبدا كيقول يا ربي يا ربي نلقاه باقي في السوق مازال ما شراش، اللهم ديك 59 ولا والو. هذا العام سيدي واحد البرهوش ديما كيمشي عند واحد مول الحانوت وكيقول ليه مع 12 غادي نصرف امك، وكيهرب يوميا كيدير بحال هكا وكيهرب. واحد النهار مول الحانوت مسكين مات ليه امو، وهو يجي عندو داك البرهوش وهو يقول ليه مع 12 غادي نصرف امك، وهو يهرب. مع مول الحانوت مسكين يالله مات ليه امو ما عجبوش الحال، وهو يخرج تابعو داك البرهوش هربان وهو تابعو. داك البرهوش دخل لدارهم وهو يسد الباب، مول الحانوت جا بدا كيدق وكيغوت اليوم بيا ولا بيك والله ما نتفك معك، وهو يخرج ليه بات الولد وقال ليه ياك لاباس مالك، وهو مول الحانوت يقول ليه راه ولدك ما مربيش وكيقول لي دايما غادي نصرف امك مع 12. وهو بات الولد ينزل لعندو وجمعها معاه نعامة سيدي بواحد التصرفيقة، وهو مول الحانوت طلع معاه الطو وقال له الله يا الله يا السي المعطي راه مازال الحال عاد 12 كل قسمين مازال ما دارتش 12. الله يا السي المعطي الله مالك زربان حتى لهاد الدرجة. هذا واحد خونا جاي سكران لدارو كاو بيلا ما علينا، بدا كيدق في الباب وكيغوت وحلو، وهي تجي مراتو كتجري وحلات ليه الباب وبدات كتزغرت
وهو يقول ليها هاكي شدي هاد ربعة القراعي ديريهم في الثلاجة يبردو. وهو يدخل ومشى للصالون وتسرح، وهو يعيط ليها اجي بعدا انت اجي، علاش كيف فتحتي لي الباب بديتي كتزغرتي، ما موالفاش ليك، موالفه كي كتفتحي لي كتبداي بالنقير. وهي تقول ليه لا ولدك راه نجح في الباك وجاب 12. وهو ديك السكران يقول ليها الله 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 12 جاب 12 كاع، ايوا حيديهم له حيديهم له قبل ما يهرسهم وديريهم تا هما في الثلاجة يبردو. اول مرة كيدير شي حاجة مزيانة في حياته، ايوا هاد الليلة ما كاين غير النشاط هواشط. ما نكذبش عليكم اخوتي، في واحد الحاجة خايبة هي انني كنشك بزاف، ولكن في واحد الحاجة زوينة هي ان داك الشي اللي كنشك فيه هو كيطلع صحيح. كنت يا اخوتي غادي في الشارع وانا نسمع واحد المرأة جالسة كتدعي ربي وكتقول ربي اني احبه فان لم تجعله لي فاجعله في التراب، ياكلو غير الدود بعدا ولا تجي شي وحده وتاكل ليه فلوسو. اش غنقول لك يا بنيت، سير سير الله يرضي عليك، هادو هما الدعاوي ولا حيد بالك. غادي نعطيكم يا اخوتي واحد النصيحه وديوها من عندي، كيجي عندك شي واحد كيبدا يقول لك نتايا حاس براسك، ايوا منين يجي عندكم شي واحد بحال هكا يبدا يقول لكم هكاك جاوبوه نتوما ايه، غادي تحسوا براسكم لي مالكم بغيتو تحسوا به هو ولا. والحياة العاطفية ديالي هي اكبر منطقة صحراوية بالعالم، ولقحت نعمة سيدي والفيد فيدي ولو تقول شي حاجة كتدور. والحظية والهضرة في الناس عند المغاربة فحالها فحال زيت الزيتون واتسوس، هذيك اللي كيديروا الإشارة في التلفازة، حتى هي يا سيدي من تقاليدنا العريقة. إيوا ما تنساوش توصلوا لهم هاد الهضرة باش يزيدوها معاهم في داك الإشارة.